فاتتني المناظر الخلابة، كنت ناوي أخرج وأرسم هنا، فاتتني. بالغلط. طيب رص الحبيب. أحلى فكرة. قولي هاي لليوتيوب عادي. أنا حبيت شكلك، حبيتك. هذه أبدع من شادية، ما تعرف تسوي إيش هذا. سادقة. نعتبر إنه هذا اليوم هنا المجمع ولا ما في مجمع؟ هنا نهاية العين أتوقع. أيوة هنا نهاية. وهنا سيدي فهمتي، وخلاص هنا الخرج. هنا حيكون كذا. ما عليك، أنا مرة حتكون سهلة رسمتك حلوة. الحين أوريكي كيف وين حتظبطيها سارة، لا تخافي. بعد أيوة عادي خليه كذا. أول شيء تدري إيش حتسوي؟ راح تلوني جوا بالأبيض، بعدين تجيبي اللون بني، حددي من الأطراف هنا بالفرشة، أو إذا ما تقدري بالفرشة تحددي تحديد دقيق، جيبي قلم أسود نحيف وأمشي كذا، حيكون يعني الرسمة أدق فهمتي؟ حددي بس هنا هذا اللي أنا حددت لك هو، أرجعي ظللي من هنا ظل خفيف، شوفي أنا حاظلل لك بالمرسم عشان تعرفي إنك أنت هذا المكان لازم تظللي فهمتي؟ هنا حوالين العين يصير كذا بس ظللي، هنا بس بداية المدمع وهنا تحت الجفون. وخلاص هذا خط سويه بنفس اللون البني، لا تسوي لا ظلال ولا شيء، وتحت كمان خط من تحت. طيب. زي هذا. طيب. انت حق الجفن. اخر شيء سوي الرموش، انا حرسمك اتجاهاتها عشان تمشي عليها نفسها، شفتي؟ هذه طيب. الاتجاهات كذا هنا. لانه هذه نهاية العين مو مدمع. عشان كذا حتكون طويلة شوية. كذا. انت اذا حابة تخليها مدمع يمديك برضه، بس خلينا نخليها نهاية عين. شفتي كيف؟ ايوه. وبس، وهذا خليه يتاثر مثلا اذا صورنا البحر يكون بلون البحر، شجر يكون اخضر زي كذا، العين تتلون. خلاص هنا الورود. البنات كلهم بيشاركوني في الرسم. اي لاف يو. انت لست ما يبغى يفتح معاي. لا لا قولي. طب بابا بصورك عادي. شوفي رقيه، تبي ترسم منظر طبيعي صح؟ يب. تبي تدمج الالوان؟ تصدق انا اخترت تسوي زي هذا الرسمه؟ تدري هذا رسمه مين سواه؟ حسام. شو لوحده؟ والله من جد ترى هو حسام سواها. هذه انا سويتها وعلمت حسام كيف يسويها. انا سويتها هو قلدني سوى هذه. خذي. مره حلوه صح؟ الرسمه كمان انا سويتها في البيت. ايوه الا الله. حقيقي الا الله. بس نحدد كذا شفتي؟ صح شاديه؟ حمزه ايش لما لي من البحر؟ جمع لي اصداف. السنه الماضيه كيف تعبنا واحنا ندور اصداف؟ تذكر؟ كتكوت اصغر صدفه في الحياه اجيبها، احتاجها ليه؟ تتوقع اقدر ارسم عليها؟ تتحدوني ارسم عليها رسمه دقيقه جدا؟ ما شفت هاي تظبطون؟ والله حمزه كيف ما زبطت؟ انا شفت عادي عادي لو نشف. مو من فوق تحت شويه. ايوه هنا؟ محمد زكريا وطعنها بالسكينه اللي عنده. شوف سكوني اللي تدري كنت تحتاجي طبقه احمر زايده؟ من جد؟ ايوه عشان لسه ما انت شايفه في خطوط ظاهره يعني ما تغطى كامل. كيف تكوني اللون البني؟ لحظة. يا هلا عبد داخل الكاميرا. والله صوتها فارغ. تدمج الالوان ركبه. احلى شيء اللون عشان يكون عليك طبقات. ركبه مرة حبيت، شفتي كيف اندمج؟ الاصفر ايش؟ ايوه يلا كملي على تحت انزلي. كذا على تحت بلون ايش طيب؟ قسم بالله يتزوجهم ثلاثة. شو السبب؟ شادي ما ضبطت. شوفي بس كذا. طيب بحر بحر بس بحر. اساس انه ما وصل الا فيديوهين. دقيقة كذا ابيض بشكل عشوائي نسوي الجبال زي كذا. الدنيا ابيض. ثاني انا كنت مخطط اني راح العب هناك. طيب ايش احلى، اللعب ولا الرسم؟ ادمن سوي كذا رسم احلى صح؟ كذا امسك الفرشه. ايوه اني لطيح يا قدرة الله، امسكوني لطيح.
كسرتي ابيض والله شد يسوي واو شوفوا رسمة ربك وحباين حباين ايوه رسم صح شاطر شوف كل مين عادي ايوه انا اقعد وخط انا اصلا بدرس كرب يلا شادي خلصت بقى زي كده عشان البحر المفروض فرشة انحف بس عشان ما في مشكلة اوزك الورد شرد ما يبغى لا شوف الجو تاني واسع اوف 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 جدا وسخت يا ويلة من امي جدي شوفي امي نشفت جد ابيض من هنا شوف شيل ابيض من هنا كده اصفر لا قولي لي فين كله جاي علي البخاخ ما بدي ما بدي يا فين اوصل امي شوفوا عمر عمر عنده فن خطير مسارة وانا طالع قدام طالع قدام يعني اذا طلعت حلوه تنزلها في اليوتيوب واذا ما طلعت حلوه ما تنزلها في اليوتيوب بس راح تطلع حلوه لا تخاف لا تطلع حلوه لا تخاف انا ان شاء الله اكون طيار بس اخذ معايا يلا كف لا تنسانا طيب حجيك فين ما تكون نسافر نجي مدينة منوره خلاص ان شاء الله كلنا نجي ايش رايك شدوا ترسمين السفينه ايش ترسمين جبل بوني ايش بسوي سفينه طب استني انت ترسم السفينه عشان تطلع مره تجنن مره حبيت مرة نتيجته حلوة عمر طيب وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع شكرا على المتابعة لا تنسوا تتابعوني في حساباتي في السوشيال ميديا عشان ينزلكم كل شيء جديد ايش رايكم بالرسمه بس تجنن اي حركات